دوفي لاموري توصلنا العشرة غير درجين على راديو ماد. مازلنا مواصلين معكم في آخر فقرات كما تعودتوا معنا من الاثنين للجمعة في فقرة غنية وحكاية. غنية وحكاية غنية وحكاية كيف العادة ولا تقطع لنا عادة مع سفيان بن فرحات. اليوم غنية على الحمامات وعلى روائح الحمامات. مادام حكينا على بكري زوج شخصيات وحتكتب كتاب على الطيب عند المسلمين العرف عبد الوهاب بوحديبه، ثم انسان اخر فنان كبير ولد الحمامات اللي هو سي محمد بوزينة، ذكرناه زاد في اول البرنامج، واللي كان شاعر غنائي تولد في 21 افريل 1936 في الحمامات وتوفى الله يرحمه عام 2002. ذكر انا عملت تليفون لدارو وقتها في هذا افريل ماي وقالوا له في ظروف صعيبه توفى بعدها، والحق كان صديق كان من سبت الأب ونزوره وأنا يسر ونحكي معاه ويمدني بعديد الوثائق، وهو كان شاعر غنائي فذ وكتب عديد القصائد. هو كتب قصائد وطنية كتب قصائد على مدن وكتب قصائد عاطفية وكتب قصائد زادة صباحية كما ستيل فيروز وغيره، وغنتها لهم خاصة نعمة، وكان يمزج معناها بين الأغاني الهاتفة والنشيد الوطنية وكذلك معاناة الإنسان البؤس والحرمان والعذاب وغيره. غنى له علي الياحي، مصطفى الشرفي، فتحية خيري، يوسف التميمي، عز الدين يدير، غنت له نعمة، غنت له عليا، غنى له عديد الشخصيات، لحنوا له كما السيد شطة، محمد ساسي. الغنية اختارناها لحن له زاد موريس ميمون، فهمت اللي بدالي طال اشتياقي. كتب هو الحق زاد أوبيلات يظهر على الحمامات اللي هي اسمها ملحمة البرج، هي ملحمة من الحمامات. الأغنية اختلها هي تتفتح لشكون يا زهر الليمون، كتبها هو وغنيتها سونيا مبارك، اسمها بصوت سونيا مبارك، وبينشر لحنها العظيم محمد التركي. أغنية حلوة ياسر، أغنية تحس بها عندها عبق قديم جدا. سي محمد بوزينة كان كذلك ناشر وكان رئيس بلدية في حمامات السلطة مامون، وهو كذلك وتلاجي في المنطقة هنا. تقول الأغنية: تتفتح لشكون يا زهر الليمون، لشكون تتفتح للي روحي معاها غايب غايب على العيون، عبيرك فواح يا زهر الأفراح، تضحك الرياح وتناجي الغصون، أنا عقلي راح خوفي عليك تهون، خوفي عليك تطيح وين يهب الريح، فكري معك يليح والغالي ما يهون، أنا قلبي جريح متكدر ممحون. يعني كلمات ثلاثة في الكلمات. هو كان رجل مثقف جدا ورجل ودود جدا الله يرحمه، ومعناها كان حساس كما قلت لك سيد شطة، نعمة، عليا، مصطفى الشرفي، زهيرة سالم كذلك غنيت له، نادية حسن غنيت له، فتحية خيري في عشية والدنيا وهنية ذيك هو اللي كتبها ولحنها السيد شطة. حبينا نحكي كي تسمع غنية كي هذه زهر الليمون، بيانتو باش يبداو يلموا عادة إن شاء الله مع ربيع النيلولي والأرنج والدواء قطروا في الزهر، فيها عبق نابل وعبق الحمامات وشعر عظيم. نوجه له التحية في مثواه إن شاء الله في دار الحق وإحنا في دار الباطل كما يقولوا، لكن هذا من الناس اللي حكينا بكري قلنا يتخلد الاسم نتاعو، لأنه هو كذلك خدم ياسر سي محمد بوزينة على الشخصيات التونسية، عمل كتيبات صغار يشيوها تلامذة ب 600-700 فرنك، يقل على الكاهن، يقل على خبز نافع، يقل على حنبال، يقل على ابن خلدون، يقل على ابن الشيخ وغيره. دونك نسمعوا الأغنية هذه، جلت فيها سونيا مبارك، لحن كبير وكذلك كلمات هايلة ياسر، خليكم مع غناية وحكاية فيها ريحة الحمامات ونبل.